ومعنا هاتفيا من فيينا الصحفي العراقي السيد زياد السنجري. مرحبا بك سيد زياد. الحروب في العراق إذا تسببت بملايين الوفيات والإصابات، لكن الأمم المتحدة تتحدث بأن الفساد وراء فشل معالجة الأزمات في العراق. ما تداعيات الفساد على حل الأزمة في العراق برأيك؟ مساء الخير. تداعيات الفساد واضحة جدا على الشعب العراقي بكل طوائفه وبكل شرائحه. نرى الفساد مستشري الآن في كل مؤسسات الدولة. الفساد يعني عودة العراق إلى العصور السابقة. نحن نتحدث عن رداءة التعليم، نتحدث عن عدم وجود خدمات نهائيا، نتحدث عن دولة مصنفة الأولى في العالم في الفساد، نتحدث عن عراق منذ 13 أو 14 عاما يعود به الفاسدين بمختلف الحكومات المتعاقبة ما بعد احتلال العراق. لذلك نرى أن التداعيات كبيرة جدا، وأبسط ما نشاهده اليوم هو الحروب والدمار والنازحين والمشردين والأمية التي استشرت في داخل المجتمع العراقي بعدما كان العراق لا توجد فيه أي أمية حسب التصنيفات العالمية في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية. نعم، من معاناة أهالي الموصل المستمرة هذه الجسور المدمرة التي تمنع تواصلهم مع باقي المناطق، إلى أي مدى يؤثر ذلك في بقاء الموجودين وعودة النازحين إلى مدينة الموصل؟ بالتأكيد إن عدم صيانة الجسور وعدم بناء جسور إضافية أخرى أدى إلى شلل كبير داخل مدينة الموصل. نحن نتحدث عن إجراءات ترقيعية لجسرين فقط، أحدهما ذهابا والآخر إياب. مدينة الموصل مدينة كبيرة جدا، حجم سكانها يعادل بعض الدول الخليجية. هناك تقصير واضح جدا من الحكومة. عام من انتهاء العمليات العسكرية ولحد الآن لم يتم معالجة أي جسر من الجسور الخمسة الموجودة في مدينة الموصل بشكل جذري، علما منذ احتلال العراق ولحد الآن لم تستطع أي حكومة تابعة للاحتلال الأمريكي الإيراني من بناء جسر واحد في مدينة الموصل وهي ثاني كبر مدن العراق. بحسب المنظمة الدولية للهجرة هذه المعارك خلفت 2,610,000 نازحة حتى الآن لا يستطيعون العودة إلى مدنهم. من المسؤول عن مأساة هذا العدد الكبير من النازحين بالملايين؟ كيف يمكن رفع معاناتهم؟ رفع المعاناة واضح جدا هو عبر تقديم أبسط ملتزمات الحياة لهؤلاء النازحين لكي يعودوا إلى ديارهم. ولكن ما مطلوب الآن من الحكومة هو توفير هذه المستلزمات وهذه الخدمات، ولكن الحكومة عاجزة أو تتعاجز لأنها لا تريد عودة ذلك المكون إلى مدنه الرئيسية. نحن لا نتحدث فقط عن الموصل بل عن كثير من المحافظات الأخرى. جرف الصخر منذ سنين وأهالي جرف الصخر هم خارج ناحية جرف الصخر، ولكن لا يتم عودتهم إلا بموافقة الإيرانيين حسب تصريحات مسؤولين بالدولة أو الحكومة الحالية أو سياسيين الآن في العملية السياسية. إذا نتحدث عن عملية ممنهجة وعن تقصير ممنهج وواضح وصريح من قبل الحكومة لكي لا يتم عودة هؤلاء النازحين إلى مدينة الموصل وبقية المدن الأخرى، ولم يتم توفير خدمات لحد الآن علما بأني باتصال مباشر مع أهلنا هناك، لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء. إذا لا حقيقية، لا توجد صحة، لا توجد مستشفيات، لا توجد أدوية. فإذا الحقيقة مدينة الموصل عكس ما يشاع بأنها حررت وإنما هي محاصرة من الداخل، ولا يسمح لأهالي مدينة الموصل بالذهاب إلى المدن الأخرى الأكثر أمانا للعلاج، علما ان الحكومه اصدرت تعليمات واضحه بحصار اهل مدينه الموصل وعدم خروجهم من المدينه الا وفق اجراءات جدا معقده وصعبه. الان المحصله محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، تسببت المعارك العسكريه بدمار هذه المحافظات. كيف ترى تعامل القوات الحكوميه في معاركها في هذه المدن؟
في أكثر من مناسبة وفي أكثر من فضائية، وعبر فضائيتكم الغراء قناة الرافدين التي كانت تنقل الصورة الحقيقية لما يجري في مدينة الموصل وبقية المحافظات الأخرى والمدن الأخرى التي شهدت الحروب وأعمال العنف والطرق التي بالغت فيها تلك القوات. نتحدث عن صواريخ كبرى استخدمت داخل المدينة المكتظة بالسكان، نتحدث عن آلاف الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذه الصواريخ التي لا تستخدم إلا في الحروب. هذه صواريخ إيرانية لدينا معلومات كاملة عنها وأشرنا إليها سابقا. نعتقد بأن الحكومة بالغت في استخدام القوة المفرطة، ولكنها هذا الاستخدام وهذه القوة كانت مدروسة وخارج عن سيطرة العبادي، وإنما كان الآمر الناهي وقاسم سليماني على الأرض والقوات الأمريكية في السماء، حيث أن المستشارين الأمريكيين يحددون المناطق الضربات التي خاصة المكتظة بالسكان، وهذا ما شهد عدة مجازر مثل حي الرسالة والزنجيلي وحي الثورة وكثير من المناطق في مدينة الموصل. شكرا جزيلا لك، هاتفيا من فيينا الصحفي العراقي زياد السنجري.